بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي، وهنكمل كلام على العلاقات في الجداول المدرسية الإلكترونية تطبيق الـ ASC Timetable. النهاردة المسألة اللي معانا أو المعلومة اللي يعني عاوزين نشرحها بعنوان عدم تكرار نفس المادة في يومين متتاليين. يعني لو عندي مثلا مادة بتتطلب مجهود بدني معين كده، مثلا مادة التربية الرياضية ولها حصتين في الجدول او فترتين زوجيتين مثلا، وعاوز ان هو التايم تيبل بتاعي حطهم في الايام كده وزعها، ولكن جه توزيعها ازاي؟ ان يوم الاحد الاولاد عندهم حصتين ويوم الاثنين عندهم حصتين. دي مادة بتحتاج الى مجهود بدني او مجهود ذهني، وما ينفعش ان احنا نحطهم في نفس في يومين ورا بعض، لان عايز يبقى بينهم ايام فاصلة يتحطوا بعيد عن بعض. في المثال اللي معانا ده احنا طبعا ما عندناش موضوع التربية البدنية اللي هي اربع حصص ديت وبكده، فاحنا عندنا في الجدول ده لو بصينا على تالتة اول ده هيت، هنلاقي عندهم هنا علوم هيت اول حصتين، وتاني يوم علوم اول حصتين، هنا علوم وهنا علوم زي المثال ده كده. فاحنا هنطبق على مادة العلوم، هنطبق المثال بتاعنا على مادة العلوم، هنقول للجدول نشترط عليه ان يحط لي مادة العلوم في ايام متفرقة يعني بعيد عن بعض بين الفترة دي والفترة دي، هو اي فصل ليه فترتين، فترتان زوجيتان، يعني حصة زوجية وحصة فترة زوجية وفترة زوجية، حط لي بين كل فترة والتانية دي في يوم مثلا الاحد واللي بعدها تكون الثلاث او الاربعاء، دي الاثنين الاولى وبعد كده الفترة الثانية تكون يوم الخميس مثلا وهكذا، ابعدهم عن بعض، يجب ان يكون هناك ايام فاصلة بين الفترتين. نعمل الموضوع ده ازاي او نختاره ازاي او نشترطه ازاي؟ هنروح على العلاقات زي ما احنا شغالين في مجموعة الفيديوهات الحالية. العلاقات، في علاقات شغالة حاليا، لا انا هعمل لها تعطيل وهعمل علاقة جديدة. انا عاوز مادة ايه؟ العلوم. هروح على العلوم واضغط عليها، انضافت معايا هنا، موافق، وبعدين كل الفصول، ايوة كل الفصول، كل الفصول اعمل ايه؟ هنا هدخل على الخانة ديت او الاختيار ده، توزيع الحصص على ايام الاسبوع، اروح على الاعدادات اقول له الحصص بتاعت المادة دي البطاقات يمكن توزيعها في يومين متتابعين حطهم ورا بعض، ولا البطاقات لا يمكن توزيعها في يومين او ثلاثة ايام متتابعة. هو طبعا هنا عندنا حصتين بس زوجي، هو معتبر ان دي حصة، دي كارت ودي كارت، او دي بطاقة ودي بطاقة، فهو هيعتبرهم حصتين هيضيفهم في يومين، ولكن ايام ايه؟ غير متتابعة، لا يمكن توزيعها على ايام متتابعة. ده الاختيار اللي انا هختاره، وبعد كده هعمل موافق، وبعدين موافق، وبعدين موافق، ثلاثة موافق ورا بعض، وبعدين اروح اعمل انشاء جديد واختار دقيق اهم شيء، واعمل البدء في عملية انشاء الجدول. هيقوم البرنامج بانشاء الجدول المدرسي التايم تيبل وينتهي منه سريعا. موافق. نروح على العلوم كده نعملها فرز بسرعة كده. العلوم هنا بالاخضر، ادي فترة وادي فترة بينهم وبين بعض يوم، اولى تاني العلوم اول يوم الحد هوت ماشي، وبعد كده يوم الثلاثاء، تانية اول العلوم فيها بنفس اللون الاخضر يوم الاثنين، ويوم الاربعاء بينهم يوم، تاني العلوم برضو بالاخضر اهوت في يوم الاثنين الاثنين ويوم ايه الخميس، العلوم بتاع التالتة اول باللون الاصفر ده يوم الاحد ويوم الثلاثاء، العلوم بتاعة فصل تالتة تاني يوم الاحد اول فترة هيت، ونمشي كده هنلاقي العلوم يوم الخميس اخر فترة. ودي كانت المعلومة اللي يعني حاولنا ان احنا نشرحها في الفيديو الحالي، اتمنى انها تكون يعني معلومة بسيطة وسهلة، واكون وفقت في شرحها وفي توصيلها لحضراتكم. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، انتظرونا في فيديوهات قادمة ومعلومات قيمة ان شاء الله، ومهارات واتقان لهذه المهارات في برنامج الجدول المدرسي. وايضا بنوعدكم ان شاء الله بعد ما نخلص العلاقات وشغل في الجدول المدرسي هيكون في ان شاء الله دورة متكاملة ويعني قوية في قواعد البيانات الداتابيز الاكسس، وان شاء الله بعدها الخطوة اللي بعدها هيكون لنا شوط كبير مع البرمجة مع الفيجوال استوديو والفيجوال بيزك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.